بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنطبع حرف او رقم على الشاشة. محدش يقول لي هي هياها ماشي، بس دي مش هي هياها، بس خلينا ايه هنظبط الدنيا واحدة واحدة، وبنعرف حاجات كده لينا. مش يعني يا جدعان والله ما بندور على المادة، هنعرفها لينا كده، ايه نكسب صواب. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا البرنامج بيتكون من جزئين، دوت داتا ودوت تكست. الدوت داتا بتحط فيه البيانات اللي انا عايز اعملها. انا مثلا عايز اعمل اطبع حرف على الشاشه مثلا، يبقى انا اقول له مثلا ايه ماي كار الحرف بتاعي، واقول له ايه بقى، احنا كنا بنقول له اسكي، لا نعرف داله جديده بقى اسمها ايه، دوت بايت. دوت بايت دي ليه؟ دي انت بتقول له هتخزنه لي في مساحه قد ايه. دوت بايت هي كل حرف، لان انا هخزن حرف فمش عايزه يحجز مساحة كبيرة على الفاضي، هو لا يحجز لي بايت واحد، لأن الحرف لو اتنطط عمره ما يخرج عن مساحة البايت. تمام، فأنا دوت بايت هقول له خزن لي بقى ايه حرف، الحرف اللي انت عايز تخزنه ايه، بالسنجل كوتيشن زي ما احنا عارفين الكلمة دبل كوتيشن مثلا، حرف الايه. تمام، يبقى انا كده اديته الداتا اللي هو ايه حرف الايه، بس عايز اقول له بقى روح اطبعه. يبقى انا بمشي بـ3 خطوات، استعد، حمل الحرف، اطبعه، سيس كول. تمام، هيستعد في ساين في زيرو، في زيرو 4، استعد لود، اعمل لي تحميل للبتاع في للحرف في الاي زيرو، واقول له في الحرف اقول له ماي كار. تمام، ماي كار. تمام، قلنا ايه ما ننساش الميل، واقول له سيف از مثلا ايه كار دوت اي اس ام اسمبلي سيف، وزي ما هو كده اهو اقوم رايح ايه فاتح كيوتس بيم، واقول له لود فايل، هات لي الملف اللي اسمه كار، حمل اهو، اقوم ضاغط بقى ايه تشغيل. طبعا لا سيبك، انا مش عارف ايه الجمل بتاع اللي بتيجي دي رخمه. اوكي سيبك منها، جاب لي ايه حرف الايه هنا اهو. تمام، طيب عايزين نطبع بقى ايه حرف، عايزين نطبع رقم. البرنامج زي ما هو، هقول له مثلا بدل ماي كار ماي نمبر. تمام، وماي نمبر بقى الرقم ممكن يبقى كبير، فانا عايز احجز له مكان في من في الميموري يكون كبير ياخد الليله دي كلها، فانا اقول له ايه دوت وورد مثلا، احجز لي ايه رقم عشان مهما يكبر ما يكون ايه المساحة موجودة. دوت وورد عايز مثلا خزين لي الرقم كام يا عم، يا عم 1000، 10000، اهو خزين لي ايه 10000، والرقم ما بتحضروش ولا سنجل ولا دبل كوتيشن مش فارقة، والدالة بتاعتي ايه زي ما هي الريدي والتحميل والسيسكول، بس هنا هنغير دي ايه ماي نمبر. معلومة بسيطة بقى في الوورد، ماشي هنا كده ما بنعملش ال اي و ال ايه، لا بنعمل حاجه تانية، او خلينا ايه على الهوا كده ال ايه دي احنا ما عرفناش اختصار لايه. ال ال ايه دي يعني اختصار للود ادرس، هات لي العنوان، بس هنا كده احنا حاجه مختلفه شويه فهنعرفها لينا كده، هو مش هتيجي طبعا في المشروع بتاع العمل، بس ايه هنعرفه لينا كده في حاله ان انت بتجيب رقم او عامل دوت وورد فوق بتقول له لود وورد. تمام، والاربعه دي بتبقى واحد عشان هيجيب لي خانه واحده من بعد الكلمه، يعني ايه مش خانه واحده اللي هي بيت، لا يجيب لي الرقم كله اللي بعد الكلمه، هو رقم واحد فنعمل له رقم، احفظوها كده، هي ال اي الفي معاها واحد، وفي حالتها بنعمل ال دبليو، غير كده احنا شغالين ال ايه عادي زي ما احنا. تمام، ونقول له كنترول سيف او نسيفه في ملف جديد بقى عشان ايه يفرق، نقول له مثلا نمبر دوت اي سي اي اس ام سيف، ونروح على كيوتس بيم ونقول له لود فايل نمبر ادى الالف اهو. تمام، عايز اوريكم ان هو لو ايه لو عملناه لو غيرنا واشتغلنا زي ما احنا شغالين هيجيب لك هيشيل لك الرقم اصلا. خلينا ايه 4 ونقول له ايه سيف از دوت اي اس ام سيف، اقول له ريبليس،
واروح اقول له اللود تاني، هات لي نفس الملف النمبر. اوكي وشغله، مشروع رخم، اعمل له اكس، شغل البرنامج تاني، لود النمبر، واقول له ايه اشتغل. اهو شوف ما جابليش الرقم، جابلي علامة مكانه جدا. فاحنا ايه عرفنا كده. تمام، سلام عليكم.